هو للمزيد حول تشكيل الحكومة الجديدة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. بعد التحية دكتور هشام، ما الذي يمثله حلف اليمين للحكومة الجديدة بالنظر إلى ما تشهده مصر من مسيرة تنموية شاملة في جمهوريتها الجديدة؟ طبعا أداء اليمين المصرية بكرة نقدر نقول بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية بعد انتخابات رئاسية شهد لها القاسي والداني، عنوان جديد، محطة تاريخية مهمة من مراحل التاريخ المصري المعاصر. بالحكومة دي احنا رايحين نقول ان الحلم المصري دخل في المرحلة الثالثة، اللي هو بالنسبة له بعد ما قضينا على الإرهاب وعملنا مرحلة تانية بنية تحتية قوية جدا واخترقنا كل مشاكل الواقع المتأزمة عبر عشرات السنين، بقى لدينا دولة لها قوام يشهد لها قوة إقليمية واضحة، لها مرتكزات قوية جاهزة الآن للانطلاق بشكل كبير جدا. خلينا نقول إن الآفاق المصرية كبيرة جدا، شفناها إحنا بالنسبة لنا في الاستثمارات القادمة لمصر بالمليارات، بتدل إن مصر قطعت أشواط قوية جدا في بناء الدولة المصرية. ولكن كطبيعة الدول، خلينا نقول إن إحنا بالنسبة لنا على الرغم من هذه الإنجازات وما تم، دايما بيبقى في الخلفيه يوميات الحكومات في كل انحاء العالم، الشعوب بتقابل تحديات، بتقابل مشاكل، عايزين من الحكومه الجديده اللي هي اللي موجوده قدره اكبر في التعامل مع الاشكاليات، زي ما وضح في البيان ان اولويات الحكومه وضع اولويات المواطن المصري في الاولويه. وفي هذه النقطه دكتور هشام تحديدا، ما الذي يتطلع له المواطنون من اهداف لتحققها هذه الحكومه الجديده رغم كل التحديات الدوليه والاقليميه الراهنه؟ عايزين نقول ان المواطن عايز دلوقتي استقرار في الاسعار، قضيه التضخم يستقر، لان هو بالنسبه له ليه والمصالح ان هو عايز يراكم في استثمارات ومدخرات، وعايز يشوف استقرار في الاسعار قدر الامكان، سيطره على السوق، عايز يشوف فرص عمل ليه ولاولاده يتحرك بيهم، المواطن عايز يشوف خدمات اعلى فيما يتعلق بالجهاز الحكومي للدوله وسهوله في التعامل، عايز يشوف ده متضح في التعليم، عايزين ننتقل بقى نخترق ملف التعليم بخطوات اكبر من اللي تمت مجهودات جباره عايزين نعلي عليها، ملف الصحه من الملفات المهمه جدا اللي عايز يشوفه المواطن، عايزين نشوف فيما يتعلق بوزاره الثقافه، وزاره الشباب مع التعليم ومع الاعلام، عايزين نشوف تشكيل وعي يبني الشخصيه المصريه، يؤكد على القيم الاصيله للشعب المصري الممتده عبر الاف السنين اللي تمثلنا وتوضح هويتنا الوطنيه، اللي بتبني تماسك اجتماعي، اللي بتمكننا من مواجهه كل التحديات القادمه. عايزين نشوف خطاب ديني معتدل، هو بالنسبه له بيمثل دفعه قويه للمجتمع سواء على مستوى الاخلاق او على مستوى الانتاجيه، يكون مساهم بشكل كبير جدا، يكون خطاب داعم للانتاجيه والفاعليه في المجتمع، يساعد على تكوين حاله نفسيه مستقره، تكوين حاله اجتماعيه مستقره. كل الاولويات دي عايزين نقول المواطن عايز بالنسبه له يصحى الصبح يحس ان هو في بيئه مستقره امنه قادر لتحقيق احلامه واحلام اولاده. والكلام ده مش هيتم الا ان احنا بالنسبه لنا نمسك الملفات الاقتصاديه بشكل كبير جدا. الملفات الاقتصاديه احنا بالنسبه لنا حطينا بنيه اساسيه ليها بشكل كبير جدا، لو وظفناها بالشكل زي اللي احنا شايفينه ده هتدي وفره في العمله، هتدي قضيه توطين الصناعه دي مهمه جدا، واللي احنا قاطعين فيها خطوات فعلا بالفعل عايزين نكبرها، عايزين نشجع الاستثمار المحلي زي ما شفنا النهارده اللي في الساحل الشمالي، شركه مصريه قطاع خاص بتدعمها الحكومه في استثمار ضخم بالمليارات هيؤدي لخلق فرص عمل كبيره جدا. وسواء كان استثمار محلي زي ما شفنا او في المؤتمر الاقتصادي او شفنا في راس الحكمه، عايزين نشجع الاستثمار الاجنبي الجاد اللي بيخش يضيف لي في السياحه، اللي يضيف لي في الصناعه، اللي بيطور تكنولوجيا جاي في قطاعات محدده بالنسبه لي ممكن يدعمني ويطور ادائي الاداري ويطور ادائي التكنولوجي ويستوعب ويدرب لي عماله بشكل كبير جدا. دكتور هشام، كما تحدثت هناك ملفات عده وتحديات تحوط او تحديات كثيره تحيط بالحكومه الجديده، برايك كيف بامكان الحكومه الجديده تعزيز المسار التنموي وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين في الفتره القادمه؟ اللي هو اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو عمليه الحوكمه والتكنولوجيا، المواطن هو بالنسبه له الخدمات اللي تقدم له
زي ما شفنا احنا بالنسبه لنا الحكومه الالكترونيه وما يحدث الان، حوكمت كل المؤسسات الحكوميه بتسهل التعامل بشكل كبير جدا. نعم. بتقلل على البيروقراطيه اللي بتتم، بتسهل التعاملات، بتسهل الحركه. المواطن هو عايز بالنسبه له في الخدمات برضه هو عايز يشوف السلع متوفره، يجي السلع بالسعر المناسب، في سيطره على الاسواق بشكل معين، خدمه جيده وباسعار مقبوله يستطيع التحرك فيها. من الحاجات المهمه جدا اللي احنا عايزين نشوفها ان هي ما تكونش الخدمات مقدمه فقط في الاماكن الراقيه او كذا، لا، حياه كريمه تخش بقى، هي بالنسبه لها شملت 60% من المصريين، تستكمل الكلام ده، تسهل على الناس في القرى وفي النجوع الوصول لخدماتهم، اعاده هيكله كل المباني التعليميه واللي احنا شغالين عليها، ده المواطن محتاج يشوفه، محتاج يشوفه في الريف، محتاج يشوفه في الصعيد، وده اللي حاصل. هو الناس شايفه دلوقتي ان اثار بالفعل هذا ما تفعله مؤسسه حياه كريمه من اجل الوصول الى الفئات الاكثر احتياجا في كل المحافظات المصريه من اهتمام ودعم لهم. طبعا حياه كريمه ده مشروع جبار، عايزين نستمر فيه، لان ده علامه فارقه. نعم. في التاريخ المصري ان الدوله المصريه تهتم بكل ابنائها من اصغر قريه لاعماق الصعيد. نعم. داخل الريف المصري الشعب يبدا يشعر باثار التنميه، هيشعر بها من هذا المجال بالتاكيد. دكتور هشام، بالتاكيد، شكرا جزيلا لك دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، شكرا جزيلا لك.